حديث الشيخ صالح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم، هذا حديث صحيح. من حج فلم يرفث، والرفث هو الجماع ودواعيه، لأنه لا يجوز في الحج للمحرم بالحج أو المحرم بالعمرة يتجنب الجماع ودواعيه حتى يؤدي النسك الذي أحرم به. ولا فسوق يعني المعاصي، الفسوق هي المعاصي، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي. فالحاج يتجنب الرفث وهو الجماع ودواعيه، ويتجنب المعاصي كبائرها وصغائرها، ولا جدال في الحج وهو الخصومة التي لا طائل من ورائها إلا إغار الصدور و ضياع الوقت. وأما الجدال لبيان الحق، توضيح الحق ورد الباطل، فهو واجب في كل مكان وفي كل زمان. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، جادل المخالفين بالتي هي أحسن، جدالا يتضح فيه الحق ويتبين فيه الخطأ، ولا يوغر الصدور ولا يوقع العداوة والبغضاء. فهذا الجدال مأمور به للمحرم ولغيره. وأما الجدال في أمور الدنيا أو في ما لا فائدة فيه، والمراد به الممارات فيما بين الناس، فهذا منهي عنه في كل وقت، وفي الحج وأثناء العبادة من باب أولى. نعم.